ايه يا فندم، مع ألو. حضرتك. اتعرف عليك. السلام عليكم. عليكم السلام. اسمي عمران، عمران شعبان. اهلا بيك استاذ عمران، اتفضل. اهلا بحضرتك. شوفي، هي العمليه التخمر ما طمنش، هتقولي لي ازاي؟ من 4 ايام كان في اجتماع الديمقراطي الاجتماعي للمهندس فريد زهران، وانا كنت حاضر الاجتماع من 4 ايام. واتكلم دكتور فريد في حاجات كتيره انا هركز فيها على عمل التوكيلات مثلا، وقال احنا هنمشي في مسار التوكيلات والتزكيه. طيب، الناس عرضوا بسرعه في موضوع التوكيلات. طيب قبل ما حد يعرض يقول لي ليش حاجه يقول لي، فطلعوا له اثنين قالوا له لا احنا شفناه اللي راح يعمل توكيل للطنطاوي وترفض، وحبينا نعمل حضرتك برضه واترفض. فالراجل خلاص قال هنمشي في التزكيه وانتهى الموضوع. احنا في الحزب، انا بالمناسبه منضم لي حديثا يعني. فده موضوع التوكيلات، عايزاني نرجع لورا واكلمك في التوكيلات على الانتخابات اللي فاتت. انا كنت في القاهره وروبن فرج كان لنا مكتب هناك لمؤسسه المجتمع المدني، وكان عندنا اجتماع الساعة 1، عديت من قدام اللجنة. ده كان في الانتخابات الرئاسية، ماليش أكثر من 4 واقفين، منهم 3 تابعين للجنة وواحدة لابسة أي كلام كأنها مستنية فرح. خلص الاجتماع بعد ساعتين وإحنا راجعين لقينا 5 باصات واقفة ومليانة ناس. والله تبصي على الناس، الواحد يحط وشه في الأرض كسوف وكأنه عارف إن هو بيرتكب جريمة، والناس دي غلابة والله. الناس دي غلابة اللي واخدينها علشان كرتونة أو علشان ال 200 جنيه. نفس الوضع ده بيحصل في الصعيد، أنا بالمناسبة من الصعيد. وبعد شهر ونص تقريبا من الحادثة دي نزلت الصعيد أسأل إيه اللي حصل في التوكيلات. واحد راجل عنده 50 سنة في المجلس القومي، قالوا لمونا كلنا ورحنا نعمل توكيلات. طب انت راجل كبير يعني، انت داخل على 60 يعني، وانت عارف السيد الرئيس واخد اكثر من 100 توكيل لغايه دلوقتي، 100,000 توكيل يعني، انت رايح كده؟ والله احنا كلنا والجزمه على 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 رقابينا. لو تشوف الراجل وهو بيتكلم يعني تبكي، ونقف بالثلاث اربع ساعات ولا احترام وغصب عنينا. بالنسبه للانتخابات اللي حصل، قال بالعافيه الشيوخ كل شيخ يجيب ميكروباص يعني من الناس الغلابه من القريه، الناس البسيطه، والعمده يعمل اللي يفض للقريه. ده اوامر. طيب هتيجي تقولي لي هتمشي ازاي؟ ما هي واضحه. التضييقات برضه عايز اتكلم، هي مش بس في التوكيلات، على المرشحين. هتقولي لي ازاي؟ اقول لك يعني مثلا المرشح بيجيبوا الاذرع الاعلاميه اللي هي بتقول اهو في حريه وبنجيبهم، بيقول لك بتملى علينا الاسئله، بتملى علينا الاجوبه، عايزين نتكلم عن فئات معينه في المجتمع المصري، عايزين نتكلم عن تيار ديني بعينه. طب قولي لي بقى الدنيا هتمشي ازاي؟ طيب يا فندم، استاذ عمران اسمح لي، بما ان انت عضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي يا فندم، وخلينا يعني نستغل خبرتك السياسية وماذا يحدث الآن. النهاردة المشهد اللي حضرتك بتتحدث فيه هو الحقيقة مش غريب على بلدنا، يعني دايما بنشوف للأسف الشديد هذا المشهد متكرر، وإن كان يعني في أسوأ حالاته ممكن تكون السنوات الأخيرة. لكن قل لي كده، يعني هل ده يا جماعة يعني يخليكم ان انتم مثلا تمتنعوا عن المشاركة الجماهيرية وحس الناس النهاردة على عمل توكيلات؟ يعني دوركم انتم كبير جدا يا أستاذ عمران، اسمح لي. احنا النهاردة بنقول للمواطن مارس حقك الدستوري في عمل الانتخاب مهما كانت الظروف. تفضل. أنا والله معجب ومبسوط من الأستاذ أحمد الطنطاوي لما قال أنا مش هعمل غير توكيلات من الشارع. أنا معاك، ما قلناش حاجة، ولكن إحنا في الحزب قال لك المتاح لينا ال 20، متاح لينا ال 20. وفي تحالفات مع لا عايزة تعمل توكيلات، في تحالفات مع أنا بقول لك من 4 أيام، إيه اللي حصل في الأربع أيام؟ إحنا عندنا يوم 13 مؤتمر وهنشوف ايه الحصل الجديد. انا معاكي عمل التوكيلات وان الناس تطلع، لا ده واجب، ده واجب. لكن بقول لك التضييقات، لا ده كمان وصلت لمرحله اكثر. يعني انا شخصيا رحت لبعض الاحزاب نتكلم معاها، والحزب ما صوبنيش، ده انا من نفسي بعمل ده بصفه شخصيه.
اتكلمت مع عده احزاب انهم يحضروا المؤتمر الصحفي اللي جاي، مش من باب انك موقف في المؤتمر محسوب على الحزب او انك بتايد الحزب، لا انت بتايد العمليه الانتخابيه، اتفضلوا تعالوا. فطبق في بعض الاحزاب قالت لك ماشي، قلت لهم يعني انتم خايفين يتعارض ده مع مكتبكم المؤيد للسيد الرئيس في للمره الثالثه؟ انا عندي ان حسبه في المؤيد، يقول لي ما حصلش، اديله المخطوط يشوف الحزب بتاعه، يقول لي والله لا انا ايدي. يعني انت تشوفي حتى الاحزاب بيقاس عليها ايه ومن غير ما تعرف 42 حزب، انا في اثنين على الاقل قالوا لي لا ما حصلش. طيب بمناسبه الاحزاب استاذ عمران وحضرتك يمكن ذكرت نقطه مهمه جدا، النهارده احنا شايفين بعض الاحزاب ويمكن امبارح ذكر معانا احد المواطنين حزب حمايه وطن ومستقبل الوطن، والحقيقه الممارسات المستخدمه امام الشهور العقاريه وهذه الطريقه المستفزه جدا للناس من اعضاء حزب، في النهايه احنا بنقول ايا ما كان الحزب المفروض النهارده يعني بيكون مثال لفهم الناس للسياسه الصح والديمقراطيه الصح، لما يتدنى الفعل من الاحزاب لهذه الدرجه ويستفزوا الناس لهذه الدرجه ويحابوا يعني مرشح وان كان مرشحهم نعم لكن مش بهذه الطريقه، فاحنا بنشوف كمان موكلين مرشحين اخرين ما بيستخدموش ده وهم مش اعضاء في احزاب ولا حاجه. قول لي كده يا فندم، النهارده تقيم يعني هذه التصرفات اللي صدرت من بعض افراد حزب مستقبل وطن وحماة وطن ازاي بما ان انت رجل سياسه وتعمل في هذا المجال؟ والله اولا دي احزاب مصنوعه وما هيش احزاب شعبيه. وصدقيني انا من بعض الناس اللي اتكلمت معاهم ويمكن كان اخرهم واحد امبارح انا متفق معاه رئيس قال لي اكثر حزبين يعني والله انا محرج قوي بس قال لي لو حصلت حاجه مش يعني مش هتلاقيهم اقوى يعني مش عايز اقول اللي اتقال يعني. ف يعني مش عارف اقول لك ايه والله مش عارف اقول لك ايه، احزاب مش شعبيه مصنوعه، هقول ايه اكثر من كده يعني. طيب اخيرا استاذ عمران بعد كام يوم يعني تقريبا يوم 4 اكتوبر هيكون الحركه المدنيه الديمقراطيه يعني من المفترض ان يكون عندها اجتماع يخص موضوع الانتهاكات والتضييقات اللي حصلت الايام اللي بنعيشها دلوقتي في موضوع التضييقات على التوكيلات، تتوقع ايه يكون مخرجات هذا الاجتماع يا فندم؟ والله انا مش مبسوط من الحركه المدنيه، بدات بدايه كويسه، كان ليهم مؤتمر يوم 18/3 انا حضرته وكان شيء رائع جدا جدا جدا، لكن للاسف الشديد في اصبح تفتت والنظام بيفتت المفتت دلوقتي، ونتمنى ان هم تكون في مخرجات سليمه وصحيحه، لكن ما اقدرش اقول لك اللي هيحصل، لكن صدقيني هنحاول حتى في المؤتمر الصحفي على هامش المؤتمر نتكلم مع بعضينا ونحاول يكون في حلول وسط ترضي الجميع يعني. طيب اكيد استاذ عمران هنحب نتابع مع حضرتك وكل ما هو جديد، فعلا مكالمه حضرتك كانت تفصيليه ومهمه، اشكرك عليها، شكرا جزيلا ليك على اهتمامك بالاتصال.